الآن الاهتزازات كلها في هذه المنطقة هذه. المنطقة كلها هزات الارتدادية. الهزة الأرضية وقعت أسفل سلسلة جبال الأطلس. الفارق أو الصدع المسؤول على هذه الهزة الأرضية الكبيرة كان في فارق معكوس ميكانيزم البؤرة انضر، هذا أدى إلى ارتفاع جبال الأطلس في هذه المنطقة بعدة سنتيمترات. إذن تفسير وجود هذه السلسلة الجبلية هو تكرار هذه الزلازل عبر العصور الجيولوجية، وكل مرة يتم رفع هذه السلسلة بعدة سنتيمترات بواسطة هذه الهزات. إذن تكرارها هو يؤدي إلى نشوء السلسلة الجبلية كما ترونها الآن بتضاريسها الوعرة والصعبة.